مسيرة أمامنا طويلة. أكيد. اللي طلع من يوم 14 فبراير يعرف إن إحنا أخذنا تذكرة ذهاب نحو الديمقراطية دون إياب. على قول الأغنية one way ticket إلى الديمقراطية، وإحنا إن شاء الله ما نتراجع. أنتم شباب وأنتم بقدر ما يحاول النظام أن يضعفكم، ولكن أعرف أنتم قواي ولازم نكون قواي. بقوتكم إن شاء الله راح نحقق النصر. تأكدوا أن لا تتراجعوا، تأكدوا أن لا تنحنوا رؤوسكم. لازم نقف شامخين أمام هذا الظل وأمام هذا الاستبداد. هذه اللغة اللي أتكلم فيها كل واحد راح يظهر. واحد كل واحد راح تسمعوني يطلع من السجن راح يتكلم بنفس اللغة. السجن سنتين ثلاث مؤبد سوف لن يغير من مواقفنا. نحن متجهين نحو الديمقراطية نحو العدالة، وراح نناضل دون توقف. وأنا أطالبكم شباب ولكن بسلمية، نحن قواي بسلميتنا وسوف نواصل بسلميتنا وسوف نهزمهم إن شاء الله. وأنا أوعدكم أننا سوف نهزمهم. لا تتراجعوا، خلكم قواي. ولكن أخواني أهم نقطة اللي أنا دائما أدعو لها في السابق، لازم نكون موحدين. نحن أشخاص مختلفين المناهج ومختلفين السياسات والأساليب في العمل النضالي. هذه الجموع الجالسة الآن كل واحد عنده فكر معين وعنده مدرسة ومنهج مختلف. كلكم اشتغلوا وكل بمنهجه وكل بطريقته. لا ننشغل ببعضنا البعض، انشغلوا بالظالم، انشغلوا بالاستبداد. لا تنشغلوا ببعضكم البعض. ربما في بعض الأوقات هذا النظام يحاول أن يحرف مسيرتنا، ولكن ننتبه لنكون أخوة شيعة وسنة، لنكون أخوة مناضلين من أجل الديمقراطية. وإن شاء الله أنا الآن عقب سنتين لما دخلت السجن نفس الواحد اللي يسوق سيارة ويعطي السيارة اللي جنبه كله خايف إنه يدعم. فأنا لما دخلت السنتين كنت أعرف نفسي يمكن أشكل بعد الإلهام لبعض الشباب، خفت إن الشباب يتوقفون. ولكن الآن وأشوفكم لازلتم صامدين، وأشوف هذا الجمع الغفير موحدين، ولا نسمح لهذا النظام بأن يفرق بيننا. لا زال هناك مجال للنضال السلمي. نعم النظام يحاول أن يدفعنا لنستخدم العنف. النظام لما دخلني أنا أتحدث عن الحوار، ضرب وتحويط القرى وضرب الناس وضرب أماكن عبادتها ومساجدها والهجوم على البيوت وتعذيب الناس وقتل الناس، الحديث عن الحوار هو تضليل للعالم. أنا أريدكم شباب، النظام يحاول أن يبين للعالم أنه هو الأمور باتت على خير وكل شيء أوكي. أنتون عليكم فضحهم، أنتون عليكم تبينون للعالم أن هذا النظام قادم، الأمور ليست على ما يرام. هناك ظلم ضد هذا الشعب، هناك خطاب للكراهية عند هذا النظام، هناك سياسة عدوانية تجاه أبناء الطائفة الشيعية على جميع المستويات. ولكن بقدر ما أمد إيدي للنظام إن إحنا على استعداد، والجمعيات كلها والمؤسسات ما فيهم الإبداع على استعداد إلى التحاور معك، لكن إحنا ما بنجي راجعين. تتحدث معنا وراسنا شامخين. المطالب واضحة، النظام غير واضح. لو كان النظام جاد كان على الأقل شنو التصور ماله إلى الحل السياسي. الآن الجمعيات السياسية والمؤسسات السياسية بما فيهم أخواتنا اللي داخل السجن واضح أنهم شنو يريدون، ولكن النظام يقول حوار حوار، لكن شنو تريد؟ شنو التصور مالك؟ لأنه غير جاد. بما فيهم اللي يقولون عندنا مبادرة ولي العهد أيام الأزمة، هذه كلها كانت حيل لضرب التحرك. ما في أي شيء اسمه حوار عند النظام.
الآن هو ما يريد النظام يريد ضرب التحرك الشعبي. الآن الرهان الوحيد أنتم الشباب، الرهان الوحيد. كل الزعماء الآن في السجون، وخلنا أقول لكم كل ما يسمعون عن وقفتكم الشباب داخل السجن ترتفع معنوياتهم، وكل ما ثبتوا من دون رفعتوا معنويات الجميع. أنا صراحة حقيقة كنت بعيد عن العالم، ولكن كل ما أسمع صمودكم ووقفتكم معنوياتي ترتفع، ولذلك أنا أطالبكم بالمواصلة، والأيام جاية إن شاء الله وراح ننزل وياكم وراح نناضل حتى